منطقة رارزة، يدخل بيم بوندا جوب في الحراسة 14 اليمان شام رقم خلي كارليفا، افتكاك الكرة من عناصر سنيم، خطيرة الكرة لكانسادو، ما زالت المحاولة الأرضية، ينتظر يعود يسدد والجول يضيع على سليم، تمريرة في العمق رائعة باتجاه إبراهيم جوب، ما زالت الكرة لكولا إدريسا وترى والحكم يقول لا لكولا، ما زالت الخطورة لعناصر ترارزا، لمسة واحدة اثنين، الأرضية خطيرة والدفاع يتدخل، ضربة ثابتة أرضية سيدي سعيد، يا سلام والكرة، يا سلام والهدف، نعم الهدف يأتي الآن لصالح عناصر سليم عن طريق اللاعب الممتاز سيدي بابا سعيد، هنا الكرة انطلق لمسة من سيدي بابا سعيد والكنترول والتسديد باليسرى والهدف الأول لعناصر سليم، متقدم في النتيجة بهدف دون رد بأقدام زيدان، خطيرة الكرة لفريق ترارزا والتعادل، التعادل يضيع، أي فنيات، أي طوليات، أي لمسات، وهنا الكرة خطيرة، الثاني قريب، يلا يا زيدان، والكرة تعود إلى القمة، تسديدة قوية تصدى لها الحارس بوندا جوب بنجاح، وهنا الكرة خطيرة، يا سلام، التعادل يضيع، التعادل يضيع على مامودو جوب، ملعوبة الكرة لي كولو إدريسا وترى كولو يتقدم، كولو يوزع خطيرة الكرة والتعادل يضيع، دقيقتان كوقت بدر ضايع، هدف دون رد على ترارزا تاتيكا، مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا إلى أن نعود بكم إلى أحداث بنفس الأسماء التي شاركت في الشوط الأول من جانب سليم في قادم السنوات، هنا بابا سعيد، يا سلام على التمريرة يا بابا، يا سلام على التمريرة يا بابا، هل سيواصل في هذا الفريق في الموسم القادم؟ خطيرة الكرة لفريق سليم أو ترارزا، الإيمان شام يحاول، ممتاز الكرة، التعادل يضيع، التعادل والمقاسية والهدف، التعادل يا سلام، هنا الإعادة، الإيمان شام ينتظرون هذه الكرة والتعادل، ما زالت الخطورة، ماذا فعلت يا بشير؟ ضاعت الكرة من الكرة ترفع خطيرة جدا، التعادل، يا سلام على الكرة، ماذا يضيع الإيمان شام؟ الإيمان شام رأسية لمن؟ تعود مجددا، خطيرة خطيرة خطيرة، التعادل، ولكن إبعاد الكرة بشكل ممتاز للفريق المنجمي، وخلاص الحكم أليو ينهي الأمور، وفريق سليم كانسادو يحقق